بس عليك عملية طاقة تحت إشرافنا، وكذلك بحضور ممثلي السلطة المحلية وممثلي الصحة وكذلك الدرك الملكي والقيادة المدنية ورجال الأمن إلى مجموعة من المصالح المعنية. هذه العملية تمت بخير بنجاح. هذه العمليات إن دلت على شيء فإنما تدل على اليقظة الأمنية للمصالح الأمنية وكذا رجال الدرك الملكي وكذلك المصالح إدارة الجمارك. الجديد المسجل يمكن أن نلاحظه في هذه العملية الإتلاف الأخيرة هي تسجيل حالة ديال إحباط محاولة دخول كمية مهمة من الكوكايين داخل التراب الوطني خلاف المرات السابقة حيث كان مطار محمد الخامس هو فقط منطقة العبور خارج أرض الوطن. هذه المرة تم إحباط عملية مهمة اللي هي محاولة إدخال مجموعة أو كمية مهمة من مادة الكوكايين داخل التراب الوطني. من هذا المنظر نتمم المجهودات للمصالح الأمنية وكذا الدرك الملكي وكذا إدارة الجمارك. مكلف بالبيان وتحمل البضائع والمبيعات بالنواصل في إطار المجهودات التي تقوم بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للحد من التجارة الدولية للمخدرات وتعاون مع المصالح الأخرى الأمنية وتحت إشراف النيابة العامة. تمت اليوم عملية إتلاف كمية مهمة من المخدرات والمواد الممنوعة الأخرى على المستوى المديرية الإقليمية للنواصل، وهي كالتالي: 122 كيلو فاصلة 9 من الشيرة، 3.757 كيلو من الكوكايين، و 91 كيلو من المعسل، و 33 كارتوش زائد 133 علبة من السجائر. وقد تمت هذه العملية من خلال يقظة الأعوان وداخل التعاون والتنسيق تام مع المصالح الأمنية الأخرى. شكرا. Ну, наверное, хотя бы
واو. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.